باتت ظاهرة انتشار الدراجات النارية في مدينة فاس، وخاصة في السنوات الأخيرة، تثير قلقا كبيرا بين السكان، وذلك بسبب الضوضاء المزعجة التي تصدرها هذه المركبات، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة. وتتركز هذه الظاهرة بشكل خاص في بعض الشوارع الرئيسية مثل طريق عين الشقف والطريق السيار وعين السم، حيث يقوم بعض راكبي الدراجات بزيادة سرعة محركات دراجاتهم بشكل مبالغ فيه وإصدار أصوات مزعجة، مما يسبب إزعاجا شديدا للمحيطين بهم ويؤثر على راحة السكان وسلامتهم. تسبب الضوضاء الصادرة عن الدراجات النارية إزعاجا كبيرا للسكان، خاصة في ساعات الليل، حيث يصعب عليهم النوم بسبب الأصوات العالية. تؤدي هذه الضوضاء إلى الشعور بالتوتر والقلق للسكان، مما يؤثر سلبا على صحتهم النفسية. تشكل السرعة الزائدة التي يقود بها بعض راكبي الدراجات خطرا على سلامتهم وعلى السلامة العامة. تساهم الضوضاء الصادرة عن الدراجات النارية في تلوث البيئة السمعية في المدينة. يجب نشر الوعي بين راكبي الدراجات حول مخاطر الضوضاء على الصحة وعلى البيئة. يجب على السلطات تشديد المراقبة على الدراجات النارية ومخالفة المخالفين للقوانين.